واحدة من أبشع جرائم الحرب، من أكثرها دموية في تاريخ فرنسا الاستعمارية. 58 عاماً تمر على الذكرى، تاريخ 17 أكتوبر 61، أو هنا نغرق الجزائريين. بدأت القصة في 5 أكتوبر 1961، حين أصدر موريس بابون محافظ شرطة باريس أمراً بحظر التجول على جزائري فرنسا، قانون عنصري ضد المهاجرين الجزائريين. بعد أن تجاوز عددهم 300,000، رقم أقلق السلطة الاستعمارية، فقررت تضييق الخناق على تنظيمات الثورة. وفي مساء ممطر يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 61، في استجابة لدعوة فيدرالية جبهة التحرير الوطني، خرج 10,000 من المتظاهرين في احتجاجات سلمية بشوارع باريس، سلمية سرعان ما تحولت إلى مجازر، حين قابلت الشرطة الفرنسية المتظاهرين بالرصاص الحي وأبشع الطرق القمعية، مشاهد عنف تخطت كل الحدود، وإلقاء بالمتظاهرين مكبلين في نهر السين. ليلة دموية أسفرت عن 400 ضحية، آلاف الجرحى، عشرات الآلاف من المعتقلين قسرياً، ومئات المفقودين. صفحة سوداء في تاريخ الاستعمار، ترفض فرنسا إلى اليوم التصالح معها والاعتراف بجرائم الماضي.